اسالك معاذ، انه طموحك مع الزمالك واصل لحد فين؟ وهل شايف ان الفرصه قريبه، خصوصا صبحي قبل المنتخب وقبل اي حاجه كان قاعد لفتره طويله وراح طلع من نادي الزمالك لفاركو اعاره ورجع تاني وكسر الدنيا ودلوقتي في منتخب مصر، فطموحك ازاي مع الزمالك وشايف الفرصه انك تلعب اساسي ازاي؟ والله يا كابتن، ان انا في نادي الزمالك دي اصلا لوحدها ده طموح، يعني اي حد يتمناه ان هو يبقى في نادي كبير زي نادي الزمالك. فالحمد لله يعني بحمد ربنا على النعمه، نعمه الزمالك، بس الحمد لله الواحد بيجتهد وعايز يوصل لحاجه ابعد. فانا الحمد لله دلوقتي مع الفريق الاول على طول، وبشارك في التمارين والماتشات الوديه، وزي ما كريم قال لحضرتك احنا مستنيين فرصه، يعني وقت ما تيجي انا موجود وبشارك قاعد احتياطي. ده شرف ليا ان انا ابقى قاعد احتياطي، يعني حتى لو على الدكه، دكه نادي الزمالك احسن من اي دكه نادي تاني. فالحمد لله مستنيها تيجي بس في اي وقت، وان شاء الله لما تيجي وانزل اكون على قد المسؤوليه باذن الله.